وحشني جدا 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 ان انا جاي اعمل لكم ريفيو سريع عن امبولات فيرو. امبولات فيرو دي امبولات لمنع تساقط الشعر وحمايه الشعر بالخلايا الجذعيه، وموجود فيها كمان جنزبيل، وموجود فيها الروزماري، وموجود فيها الصبار، وموجود فيها فيتامين سي ودي وبي 5، وموجود فيها عسل النحل والجينسنج. المكونات بتاعته بتبقى موجوده هنا كده، هبسيب لكم صوره على الشاشه. المكونات حلوه جدا، وده اللي خلاني ان انا اجربها. الامبولات دي بتساعد في وقف تساقط الشعر وتطويل الشعر، خصوصا ان هو للشعر المجهد التعبان بعد البروتين كل الكلام ده كله، فحلو جدا للتساقط، وكمان تنفع كمان للعنايه حتى للتساقط البسيط، فبتساعد على تقويه البصيله. بصراحه انا سمعت عنها في جروبات فيس من شركه وي كير واستخدمتها. هي 6 امبولات، لا سوري، في 5 امبولات جواها. ايوه 5 امبولات تمام بالمنظر ده، بيجي معاها الامبول اللي بفوق ده بنركبه في الازازه، وبنبدا ان احنا ننقط بيه في فروه الراس. اهم حاجه تكون الفروه مغسوله كويس، يعني بعد غسيل الشعر وخلاص قبل مرحله التصفيف بنبدا نحط على فروه الراس، وبعد كده ندلك شويه وبنتركه على الشعر، ما بنغسلهوش، بنخليه لحد الغسله اللي بعد كده. واحنا عاده بنغسل الشعر مرتين لتلاته في الاسبوع، فاتس اوكي، فمعناه ان احنا بنستخدمه من مرتين لتلاته في الاسبوع. النتيجه بتاعته معايا كانت حلوه جدا، قلل التساقط نسبة ما، بس انا كنت بستخدمه هو وكبسولات لمنع تساقط الشعر، وكمان يعني مهتمية بشعري بصادم مجموعة ما فيهاش سلفات او صوديوم او اي حاجة. فبصراحة انا ما جربتوش لوحده، لكن كتجربة وكنتيجة مع روتين شعري بيهتم بشعره هيجيب نتيجة حلوة جدا. ال5 امبولات دول كانوا عاملين تقريبا في الحدود 450 ل 490، يعني حسب السعر حسب الوقت اللي احنا شارياه فيه تمام. فالامبولات ديت كويسه جدا عشان بجد هي تستاهل التجربه، وحلوه جدا خصوصا ان فيها مكونات حلوه ومفيده، وهو منتج مصري من شركه وي كير. لو ليكوا اي استفسار او تعليق سيبوا في تعليقات، واكون موجوده معاكم. باي باي.